مصر عاملة مجهود ممتاز بصراحة، والحكومة المصرية عاملة مجهود من كوفيد 19 لغاية من أول ما جه مصر أو من أول ما وباء جه مصر هنا. وهي الحكومة المصرية عاملة مجهود ممتاز، وعلى رأسهم طبعا الإدارة التنفيذية العالية للرئيس السيسي. التنظيم كان هايل بجد، كل حاجة كانت ماشية بالشكل المشاهد والجمهور حاسة ان هو كان غير متوقعه من كتر ما هو كان منظم وجميل، وكل حاجة كانت ماشية حلو. وده طبعا كان مؤثر على ردود فعل الجماهير الخارجية. حلو جدا وعجبني، ويعني هم مرتبين كل حاجة تمام وكويس جدا. كان الاحتفال حاجة مشرفة جدا للبلد، وحاجة بسم الله ما شاء الله يعني حلوة. التنظيم طبعا رائع جدا، حاجة متوقعة من مصر أم الدنيا إن هي تستضيف وتبقى بالجمال ده كله. والله التنظيم كويس، ومصر عاملة بطولة جميلة. التنظيم صراحة كان مشرف جدا بتاع مصر في كأس العالم، والحقيقة يعني كان تحدي كبير، لأن احنا يعني نظمنا الحفل ده أو البطولة دي في وقت صعب جدا. التنظيم كان كويس، والناس كلها كانت لابسه الماسك والحاجات دي كلها، يعني كان متظبط كل حاجه. والله يا مصر منظمه البطوله على قدر كافي من الكفاءه، وواضح في الفتره الاخيره كمان ان الاجراءات اللي اتبعتها مصر عشان تفضل محافظه على التنظيم اللي هي عاملاه البطوله، واصرارها على ان مصر تقيم البطوله في مصر خلال الفتره دي، من جهود الدوله نفسها في عمليه التنظيم واهتمام وزير الشباب واهتمام رئيس الوزراء بالموضوع. هو تنظيم ممتاز جدا، وباين قدام العالم كله ان مصر قادره تنظم بطولة زي دي، بطولة تاريخية في أرض مصرية، اللي هو شرف لينا أنا واحد من الشعب، شرف ليا اللي بلدي تنظم بطولة زي دي. تنظيم محترم جدا. طبعا التنظيم هايل، يعني مصر كل مدى بتورينا هي قادرة إن هي تعمل إيه أو بتحقق المستحيل، يعني زي ما بنقول شوف كنا فين والحمد لله النهاردة بقينا فين. يعني كون مصر تعمل بطولة العالم لكرة اليد، دي رسالة للعالم كله أن بلد مصر بلد الأمن والأمان، ودي مؤشر كبير جدا لنا، ودعاية لا يعني غير مسبوقة. فضلا أن الفريق المصري الحقيقة مشرفنا. طبعا تنظيم رائع، كرة اليد اللعبة الشعبية رقم 2 في مصر زي ما كلنا عارفين، والعالم كله بيتابعها، فتنظيم جيد جدا، وبالذات الملعب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ده إضافة للملاعب اللي موجودة جنب استاد القاهرة. يعني والله أنا شايف إن التنظيم ده غير مسبوق، يعني تنظيم هايل، وأول مرة يحصل إن يجي من غير جمهور. شايف أولا التنظيم طبعا جيد جدا، خصوصا في إن احنا في زمن كورونا، طبعا الظروف كانت سيئة جدا، وإن في دول كتيرة جدا قررت إنها تعمل التنظيم الكرة اليد خوفا من فيروس كورونا. احنا الدولة الوحيدة اللي قدرنا نبهر العالم كله في إننا ننظم بطولة. والله أنا شايف إن هو تنظيم موفق جدا، وفي مجهود كبير مبذول فيه، وان كان ينقصه الحضور الجماهيري. يعني كان مهم جدا ان يبقى فيه جماهير، بس نظرا لجائحه كورونا اللي موجوده يعني هو ده اللي منع الحضور الجماهيري. والله التنظيم السنه دي كويس جدا، خصوصا ملاعب مستواها حلو قوي زي الملاعب بتاعت اوروبا. يعني شايف بس التنظيم بس كان ناقصه ان الجماهير تبقى حاضره. يعني